السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حنتكلم أو النهاردة فضلت أنه أختار صينية المكرونة بصوص بشاميل عشان أقدمها لكم. فهنا هقول لكم المكونات اللي حنحتاج. حنحتاج 1/2 كيلو مكرونة، فدايما بنختار المكرونة اللي بقى لونها غامق عشان بتبقى تبع القمح. هنحتاج زبدة، موتزاريلا، فلامانك، 1/2 كيلو لحمة مفرومة، زيت ذرة وزيت زيتون، نشا، زعتر، جوز الطيب، 1/2 لتر حليب. هنحتاج ملح، هنحتاج لورا، أوراق لورا، هنحتاج فص ثوم، فلفل أسود، قزبرة بقدونس وشوية زنجبيل والفلفل الأحمر. أنا حبيت أتكلم في الأول على كل المكونات وبعدين هنبتدي كل حاجة لوحدها. هنا بعد المية ما غلت هنحط فيها أوراق اللورة مع فص الثوم عشان يدينا طعم للمكرونة، كمان هحط عليها شوية ملح بسيط. حط كمان شوية زيت ذرة، نرى من اللون ده ما بيتلزقش، بس دايما انا بحب احط زيت لما تكون المكرونة بتتسلق. فلما بعد ما حطينا المكرونة هنا هنمر لتحضير الصوص بشاميل او هنبتدي دلوقتي بالتجهيز البهارات تبع اللحمة المفرومة. بالاول حط هنا نسيت انه انا بشتغل بملعقة كبيرة، فانا دلوقتي هقول لكم ايه الكمية بالضبط. انا احتاج بالنسبة 1/2 كيلو لحمة مفرومة احط بس 1/2 ملعقة ملح، وملعقة فلفل اسود، وملعقة فلفل أحمر حلو، ونص ملعقة زنجبيل بودر، كمان هحط القزبرة وبقدونس. في اللي بيحب يحطها في اللحمة المفرومة تبع المكرونة بصوص بشاميل يحطها، اللي مبحبهاش ما يحطهاش، يعني ده بيبقى اختياري. انا بحب جدا احط القزبرة وبقدونس لانه بتدي طعم حلو، فدايما بحطها. هنا ابقى اعمل اللحمة المفرومة بالشكل ده لحد ما كل التوابل تمزج مع بعضها. بعد كده بمر عشان احضر الصوص بشاميل. هحتاج هنا 2 ملاعق كبار زبدة مع 2 ملاعق كبار نشا، هستنى لحد ما تدوب الزبدة كلها وبعدين احط عليهم النشا بشكل ده ونخلطهم كويس جدا. فالنشا انا بفضل دايما اعمل صوص بشاميل بالنشا لانه في الاخير بنحصل على خليط متجانس ومتماسك، فعشان كده ما بحبش احط الدقيق، بحط دايما النشا بدل الدقيق. هنا بنخلطهم بالشكل ده. بعد كده هحط عليهم او اضيف لهم 1/2 لتر حليب، بس بشويش مش كله على بعضه في وقت واحد،
وأنا بستمر في التحريك. لحد ما كل حاجة بتوف بعضها ويصير خليط متجانس مع بعضه. بعد كده هحط البهارات تبع صوص بشاميل. كده كل حاجة دابت كويس وما فيش اي تكوير ولا اي حاجة. هحط هنا ملعقة فلفل اسود وحرك. هحط هنا جوز الطيب هبشرها بالشكل ده. بستمر في التحريك. كمان بنضيف لها شوية ملح، نص ملعقة ملح. بشكل ده بحصل على خليط نهائي، خليط متجانس جدا وتقيل عشان يغطي لنا كل المكرونة اللي عندنا. بعد كده هنمر تجهيز اللحمة المفرومة بعد ما عملنا عليها كل البهارات وتبلناها. هنبقى نحركها بشويش لحد ما تستوي كلها. هنا عندي المكرونة قربت تستوي، ففضل بس اللحمة المفرومة. بعد كده وبعد ما كل حاجة جهزت، المكرونة وصوص بشاميل واللحمة المفرومة، هنا هجيب الطبق تبعي وحط عليه أو صينية الفرن وحط عليها نص كمية المكرونة. بعد كده هضيف لها نص كمية الصوص بشاميل. هنا هضيف كل كمية اللحمة المفرومة. بعد كده انا حطيت شوية جبنة من الموتزاريلا والفلامنك كمان جوا عشان يديني مكرونة متماسكة ولذيذة تطلع أليس لو بالشكل ده. بعد كده بحط نص المكرونة كمان وحط عليها الكمية اللي فاضلة من الصوص بشاميل. واخيرا بحط الكمية اللي عملنا تبع الجبنة اللي هي عبارة 100 جرام موتزاريلا و100 جرام فلامنك. بعد ما بغطي كل الصينية بالشكل ده. مش هنسى كمان احط شوية زعتر فوقها قبل ما احطها في الفرن. فما تنسوش كمان تحطوا الجبنة من جوا فبتديها طعم ألذ. كده بحط زعتر فالزعتر كويس للمعدة، مبتحسش بأي انتفاخ أو أي حاجة. كمان طعمه بيبقى لذيذ في كل حاجتي تبع المكرونة بالصوص بشاميل فبيجي عليها حلو. كده صارت كاسة صوص بشاميل تبعنا، بقدمها لكم بالصحة والعافية. ويا رب يا رب ألقاكم في موعد ومع وصفة جديدة بألف خير إن شاء الله.